شوف الكلب شو مهدوء. خلص بكره لك هديه مني بابي على ايدك. عن جد؟ حياتك. لميا بتعتقدي قد ايه بعد بدهم وقت جوا؟ ليه بتعجلت فات؟ لا ابدا بالعكس. بتعرف انه صاحبتي بتظهر مع الحكيم؟ دكتور شيراز؟ مين صاحبتك؟ ميريا ما بتعرفها؟ اه ميريا بتعرفيها؟ ايه بتضلهم قلت لك. يا لطيف شو القصة الحلوة؟ هو عاقل خلينا نشتغل. برافو عليك مربي منيح. باكو فرنتاوي مش حيلا جبته معي لما رجعت مؤخرا على لبنان. اه كمان مغترب؟ مثلي. انت كنت عايش بفرنسا؟ لا لا بامريكا. رجعت على طول؟ رجعت مبدئيا ايه على طول وبروح وبرجع كل فترة. مش حضرتك مبلا سارة رفيقتها لميريام، انت بسام ما هيك؟ مظبوط، اهلا وسهلا. اه حضرتك سارة؟ مريم تحكي عنك اوقات. ايه ميرسي. طيب على سلامة وتشرفنا بالاذن. تشرفنا دكتور ميرسي لك. كيف تجرى عنا؟ والله جيت مشوار مع هشام، بعد ما شفته من وقت ما اجى من السفر. اسم الله مش فاضي لبنات عماته. قدر تمضي لسلامية؟ الحكيم حابب يعمل لك سعر صغير لانك زبون جديد وحابين انه دائما ترجع تجي لعنا. كله ذوق هالحكيم. على كل حال لو ما كله ذوق ما كان بيختارك انت انك تكوني وجهة عيادته. ميرسي. شو باكو؟ حبيبي